ريدي أوديو. وقد بعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صدق الله. ولما كانت السعادة الأبدية ولها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه الذي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة وتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. شباب الإله ذات الشباب الجود الإلهي على الأهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله. ومعهما من حور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي ردم الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي.